ماركر بنى قاعدة على ما أظن. ريبيل أمبوش أسطوري جدا من ماركر، رائع 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 ماركر. بابا جديد ديمو أمبوش من الأسطورة ماركر. السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بواحد من أروع وأجمل الجيمات، أذكى تخطيط بلعبة الجيرو زيرو أور ما بين كبار اللاعبين أو اللاعب فخر العرب واللاعب العربي المصري ماركر بجيش الجيل اي ديموليشن، بالطرف الآخر اللاعب الأوكراني جي سي تام ستيب بجيش الجيل اي ستيلث. طبعا هذه الجيم على خريطة ليكويد كولد، وهذه الجيم هو التكفية لجيم امبارح. طبعا الشباب ماركر وتوم ستيب لعبوا اول جيم، كان ماركر بجيش الجيل اي ستيلث عفوا، وتوم ستيب بجيش الجيل اي ديموليشن. هلا اللعب الجيم ريفيرس، تبدلت الجيوش وتبدلت المواقع وصارت الافضليه على ما اظن مع ماركر. فخلونا نشوف كيف راح يتم هالجيم. حرفيا جيم فيو استراتيجيات خطيرة جدا، واحدة من اذكى الاستراتيجيات اللي بتستعمل بجيمات الوان في وان. ما بدي احرق عليكم متعة وزبدة الجيم. رجاءا قبل ما نبدأ بالجيم عندي امنية انه نوصل هالفيديو ل 300 لايك. ما بعرف اذا رح نقدر نعمل هالتحدي هذا ونوصل الفيديو ل 300 لايك، فرجاءا فضلا وليس امرا اعتبرها خدمة وخلينا نوصل الفيديو ل 300 لايك. بعتذر على المقدمة الطويلة لأنه الفيديوهات اللي عليها لايكات كتير اليوتيوب عم تقترحها، فأنت اعتبره من باب المساعدة وعمول لايك للفيديو. فخلونا نحاول نوصل الفيديو ل 300 لايك. ممتاز جدا ماركر، أو ديمو تراب رهيب جدا من ماركر من بداية اللعبة. تام ستيب يختبئ بالبنكرز، ماركر حركة الديمو تراب خطيرة جدا، بيشيل الجنود وبيسيطر على هالمنطقة بالكامل. ماركر بيسحب التكنيكال لحتى يدعس فيها ووركرز، ولكن توم ستيب من الطرف الاخر ايضا موجود، وتوم ستيب عنده تكنيكال سكراب ديناي سريع وخطير من ماركر، ولكن توم ستيب حمى وركراته من انها تدعس بالتكنيكال. ماركر خلص دفع عن هاي المنطقة بطريقة خرافية جدا. توم ستيب عم بيحاول، طبعا ريبلات الجيل استلث مخفية ما بتبين الا عند السيطرة. توم ستيب عم بيحاول يستغل هالشي، لاحظ وين حاطت الريبيل. الريبيل بعيد عن السيفيليان وبعيد عن البنكر اليوم، فربح اويل. ممتاز جدا الحركة من توم ستيب. ماركر بيحاول ياخد بوزيشن، بيحاول يقرب، او توم ستيب توم ستيب توم ستيب بدعس الوركرز لون. ما دعس الوركر لون، هو بالاساس ماركر بعد ما بنى وركرز لون. هلا تم ستيب قرب لحتى يشيل الوركرز، ممتاز جدا، بيشيل اثنين بيشيل ثلاثة. خلونا نشوف اذا في شيء جنود او تكنيكلز من توم ستيب بارض ماركر. جيم حامي جدا من الدقائق الاولى. ماركر عم يحاول ياخذ الاويل المقابل، اويل باويل، حركة ممتازة جدا على فكرة من توم ستيب. ماركر اخذ الاويل لهون ومصلح الاويل يلي بارضه كمان واخذه. توم ستيب حلو كتير بيحاول يقرب، ولكن كان لازم يفجر التي تي ماركر. او توم ستيب عامل سبام خرافي على ماركر، حركات مدروسة عم تكون، والتوكسين تراك بفضي هذا المبنى لماركر. ممتاز جدا حركاتك يا توم ستيب. طبعا انا مشجع مر لماركر باي جيم بيلعبه كونه لاعب عربي. يعني انا لما بيلعب ماركر بكون متعصب جدا لماركر، مين ما كان قدامه عم يلعب ما بهتم حرفيا بدون مبالغة. طالما ماركر عم يلعب وكونه لاعب عربي، قد ما كنت بحب اللاعب اللي قدامه فما بيهمني بشجع ماركر، فبالتالي منشجع ماركر وقلوبنا مع ماركر بهالجيم. ممتاز جدا عم بيحاول يعمل كابتشر للأو ماركر، عم بحاول ياخد الأويل. توم ستيب بالطرف تاني بحركة خبيثة بيشيل الريبيل اللي هون، ولكن ماركر اخذ الفاير بيس. هاشوفنا الطرف التاني، حلو حلو ماركر بلش سكوربيونز. توم ستيب توم ستيب بوب مفاجئ بتوقيت مفاجئ على ارض ماركر، ممتاز جدا. والسكوربينز يا ماركر عم يسحب السكوربينات، ولكن مدمر له التانل، حركة خطيرة جدا من توم ستيب، مما يؤدي الى تعذر او صعوبة نقل جيوش ماركر. حرامات حرامات السكوربينز، مضطر انه يوديهم مشو لانه الانفاق بعيدة ما بيقدر ينقل جيوشه للأسف الشديد. ماركر
ماركر بيخسر سبلاي، توم ستيب متقدم الى ارض ماركر راح يشلوا الوركرز على ما اظن. عنده 2 سكوربينز هون، ممتاز بيقدر يدافع عن حاله فيهم، ولكن عدد الكواد وفي شوية جنود عن توم ستيب. توم ستيب يلي دائما بس قاعد بمنطقة بيحتل على الفور بسرعة البرق. ماركر يحاول التقدم ويحاول الاستفادة من السبلاي اللي هون. توم ستيب الخطير من الطرف الاخر يحاول تدمير ما تبقى من جيوش سكوربينز. خطير من ماركر ومفاجئ على جيوش توم ستيب صراحة. أذكى استراتيجيات من كلا اللاعبين، استراتيجيات من أذكى ما يكون من كلا اللاعبين. حركة السكوربين رهيبة، ولكن جيوش توم ستيب أكبر للأسف. جيوش الكواد عن توم ستيب أكبر، ممتاز بيشيل الأويل لماركر. صراحة في خسارات، توم ستيب عم بيحاول يأخذ السبلاي، عم بيحاول يستفيد من السبلاي ويحرم ماركر منه، بحاول يستغلها بأسرع وقت ممكن. لكن في نفق هون، في نفق. هاي جاكر من توم ستيب. ما هذه الاستراتيجيات؟ توم ستيب يلعب بالهاي جاكر، اسطوري 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 بكل ما تعني الكلمة من معنى. توم ستيب وحش حقيقي صراحة بالفترة الاخيرة. ماركر بحالة دفاعية من الدقائق الاولى من اللعبة، 6 دقائق ونصف تقريبا وتوم ستيب بارض ماركر، ولكن ماركر لا يستسلم بسهولة، يصعب الدخول الى ارض ماركر. عزيزي توم ستيب ممتاز جدا. توم ستيب بيشيل الور فاكتوري او الارمز ديلرز ويتوجه. الهاي جاكر مرة اخرى، من اين تأتي الهاي جاكرز؟ سرقة الدبابات من توم ستيب بشكل رهيب جدا جدا. بوب جديد مرة اخرى من توم ستيب، بيشيل الباركس لحتى يوقف سبام الجنود تبع ماركر. ماركر بلش وور فاكتوري وهمي، معمل دبابات وهمي، وانتشار توم ستيب رهيب جدا ما معنى وقت نروح على اراضيهم. توم ستيب اللي بلش بلس وبلش بلاك ماركت وبلش باصات. لاحظ كم وور فاكتوري، 3 وور فاكتوريز مع 1 2 3 سبلاي. توم ستيب البوب ورا الثاني، سبام الكواد ما عم بيهدي، ولكن جيلي ستيلث لا يمكن انه يعتمد على الكواد فقط، فبده يجيب باصات. الباصات هو الحل الانسب ضد السكوربينز. ممتاز جدا توم ستيب، سبام خرافي وتخطيط من اذكى ما يكون. بيشيل الكوادز، ايزي كوادز، الباص راح يشيل السكوربينز. للاسف الشديد ماركر مره اخرى بحاله دفاعيه، توم ستيب يسيطر على هذه المنطقه بشكل كامل. بيخسر ماركر الور فاكتوري. ماركر يعتمد على هذه المنطقه ويعتمد على هذه المنطقه، ولكن توم ستيب قريب، توم ستيب قريب، بده يشيل الور فاكتوري، بده يشيل المصدر الاساسي اللي عم طالع منه دبابات، بده يشيل جيش ماركر من شروشه. ماركر من الطرف الثاني بيعمل بوب السكوربين. لاحظ السكوربين ما عم بيقدر يواجه الكواد، صدق او لا تصدق عزيزي المشاهد. قوازف من توم ستيب، القوازف عم بيلعبوا دور جدا رائع. توم ستيب، توم ستيب، خلاص 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 خلاص. ارض ماركر للاسف، للاسف الشديد ارض ماركر بالكامل انمسحت. راكت باجيز، الراكت باكي، سكوربين راكت بيشيل اول راكت باكي. حركة الراكت باكي خرافية من توم ستيب. ما هذا التدبيل، وما هذا السبام، وما هذا الفاست راش من توم ستيب. ممتاز جدا، بيشيل التنل تبع ماركر، بيحاول يتحرك. جيش جيلي ستيلث مرة اخرى. توم ستيب ضد جي ال اي ديموليشن. ماركر ممتاز جدا، عم يعتمد على الراكت باكي حتى قبل ما يبني له التطويرة تبعيتهم من البلاك ماركت، والتطوير على الطريق. توم ستيب من بداية اللعبة حتى اللحظة هاي ما وقف هجوم، ما وقف سبام، عم حاول يضرب المفاصل الاساسيه يلي بارض ماركر، عم بحاول يضرب. لاحظ تطويره الراكت باكي انبنت وصارت باكياته اقوى، عم بحاول يضرب المفاصل الاساسيه بارض ماركر. سبلاي وور فاكتوريز، ويعني سبام رهيب، سبام رهيب، سبام لا يصدق، ولكن ماركر لا يستسلم بسهوله.
لا يستسلم بسهولة ماركر، ما فيك بسهولة تفوت على أرض ماركر عزيزي. توم ستيب بالباكيز بالكواد بالهاي جاكرز بالباصات، ليس بالأمر السهل الدخول إلى فخر العرب والأسطورة ماركر من كلان ماركر من كلان OOE عفوا من كلان ماركر من كلان OOE. توم ستيب بوب جديد، راكت باكيز جداد ممتاز جدا مع شوية جنود ار بي جي، يستعين بالديمو بايكس. ماركر حلو كتير. ديمو بايك ديمو بايك ديمو بايك ديمو بايك وعلى الاكس الخرافي، اكس خرافي من توم ستيب. تفريق جيوش رائع جدا، جيوش توم ستيب ترجع بتتجمع على بعض. ماركر بنى قاعدة على ما اظن. ريبيل امبوش اسطوري جدا من ماركر، رائع 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 ماركر. اتمنى انه تنقلب بوازين اللعبة لصالح الاسطورة ماركر. ممتاز، نفق ممتاز من ماركر على سبلاي توم ستيب. طبعا ما له اي مصلحة يترك له السبلاي موجود هون، ما له أي مصلحة. بيجيب له الراكت باكيز. لاحظ كيف ماركر على الآن في منتصف الخريطة. توم ستيب توم ستيب بيشيل أول سكوربين. ماركر ما زال يستعين بالدمو بايكس، ممتاز جدا. لاحظ بينزل الانتحارية من الدمو بايك لحتى يصير الدمج تبعهم دبل. طبعا إذا الانتحار بينزل من الدمو بايك، البايك بيتفجر، الموتو بيتفجر، والانتحاري بيتفجر، فبصير الانفجار دبل. هاي الخاصية فقط بجيش جي ال اي ديموليشن. ماركر عم بيحاول يستغل هالشيء استغلال صحيح تماما، عم بيحاول يروح على سبلايات توم ستيب، ولكن توم ستيب مستيقظ مستيقظ بشكل رهيب جدا بشكل لا يصدق. مرة أخرى الاتنشن أو عنصر الانتباه عند هاللاعب رهيب جدا. طبعا عنصر الانتباه أو الاتنشن هذا كلام مش من عندي، هذا عامل رئيسي باللعبة وحجر أساس باللعبة. 70% من اللاعبين بيكونوا ضعيفين بالاتنشن وأنا واحد منهم. أنا عندي مشكلة رهيبة جدا بالاتنشن، وأغلب اللاعبين الأكسبرت الأكسبرت مش البروفيشنال يلي حاولت ألعب معهم ويلي حاولت ورجيون إعاداتي ورجيون كيماتي قالوا لي عندك مشكلة وحيدة فقط بموضوع الاتنشن. اذا بتعالج موضوع الاتنشن اللي هو موضوع الانتباه، لعبك بيتطور بنسبة 70-80%. فموضوع الاتنشن باللعبة يعني في غاية الضرورة وغاية الاهمية ما فوق التصور. ممتاز 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 ممتاز. لاحظ هوني غفل او غفل، شفت كيف غفل عن الديمو بايك فراح نصف جيشه. هذا اللي كنا عم نحكي فيه، وهذا هو الاتنشن يلي عم نحكي فيه، الانتباه يلي عم نحكي فيه. والله بدون مبالغة بعت اعاداتي للاعبين كبار كتير مثل بيس لافر، مثل رول، مثل لاعبين كتار صراحة ما بتذكر بالضبط مين هن، لكن اغلب اللاعبين مرة اخرى قالوا لي الاتنشن ثم الاتنشن ثم الاتنشن. عينك بدها تضل على الخريطة، الخريطة لازم تضل مكشوفة، اليونتس لازم يضلوا مرقمين، كل شيء مرقم وحفظان ترقيمه، وهي هي الطريقة يلي عم يلعب فيها توم ستيب على ما اظن. او جار من كل انتحاري من ماركر، بيضحي بجار من كل، ممتاز جدا. ديمو بايك مرة اخرى رائع رائع رائع، اداء اسطوري من ماركر يلي بيطلع من ما قبل اخر معاقله. ماركر يعني اخر منطقة ما خلاه يكفي السبلاي، ما خلاه يكفي السبلاي. لاحظ اي منطقة بيقعد فيها توم ستيب او اي منطقة بمشطة توم ستيب على الفور بلحظة اللحظة بيقعد فيها بنى 2 سبلاي بسرعة البرق. يعني السرعة عند هاللاعب لا تصدق لا تصدق، السرعة عند هاللاعب مش تطبيل، اكيد مش تطبيل. عم تشوف بعينك كيف بالفترة الاخيرة عم بيلعب بشكل مجنون، حرفيا رح سميه اللاعب المجنون توم ستيب. ولكن لحد الان ماركر موجود باخر معاقله، لحد الان فخر العرب ما زال موجود، ويصعب يصعب التغلب عليه ويصعب الدخول الى ارضه. جيم صعب على توم ستيب، صحيح انه جيم صعب على ماركر، ولكن جيم صعب على توم ستيب كذلك الامر. ليس بالامر السهل انك تقصي لاعب مثل ماركر. توم ستيب يحاول التقدم، ماركر بالديمو بايك ممتاز جدا، بيشيل الكواد بالدفاعيات، بيخسر بلاك ماركت. بوب جديد
ديمو امبوش من الأسطورة ماركر، ممتاز جدا. ماركر بيعمل بوب جديد بالباصات، رائع رائع، بيعمل بوب أسطوري بالباصات، بيحاول يدافع عن حاله مرة أخرى. قلعة الصمود الأخيرة ونقطة الصمود الأخيرة ونقطة الدفاع الأخيرة عند ماركر اللي ما عاد موجود غير بهي المنطقة. خلونا نشوف شو في هون. في ديمو بايك سنيك اتاك من ماركر، ممتاز جدا. بده يشيل السبلاي، بده يشيل السبلاي، ولكن توم ستيب موجود في كل مكان، توم ستيب موجود في كل مكان. انتراكس من ماركر على سبلاي توم ستيب، بيقرب الباص ولكن شايف 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 شايف. طبعا بده يستغل يشيل الانفاق لانه ما بيقدر يعمل بوب توم ستيب، ولكن بيرجع بالباص، ما بده يخسره. اتوقع هجوم من توم ستيب، والهجوم بلش من توم ستيب. انتراكس على ارض ماركر، يا الهي ما هذا الضغط، حرفيا واحده من اذكى الاستراتيجيات. او سبام اكثر من خرافي، واستراتيجيات من اذكى ما يكون من طرف اللاعب البنفسجي. توم ستيب ماركر، باب جديد، لا يستسلم ماركر، مازال صامد ماركر، مازال يواجه توم ستيب بالسكوربينز بالباصات بالانجري موب بالعشائر، ما في مشكلة، كل شيء موجود عند ماركر، ممتاز جدا. بيطالع جيوش توم ستيب، رائع، بيطالع جيوش توم ستيب من ارضه، ولكن توم ستيب منتشر انتشار رهيب، حتى عم يبني تيرورست، عم يعتمد على الانتحاريين. توم ستيب انتشار رهيب، بوب جديد، جيش راكت باجيز جديد من توم ستيب، ممتاز جدا. مش الاول سكوربيون، ثاني سكوربيون، بكل شيء فنان هاللاعب حرفيا، بالمايكرو بالسرعه بالاتنشن بكل شيء فنان هاللاعب، يعني بصراحه بيقدم اداء مرضي وبفش الخلق يعني بالعربي الفصيح. توم ستيب حلو كتير، بيشيل البلاك ماركتس، بيترك الجيوش، بينسحب لورا، بيقرب بالكواد على السكوربين لحتى ياخد بوزيشن ويرجع يضرب بالكواد، رائع رائع. بيشيل اول سكوربين، تاني سكوربين، ثالث سكوربين، ولكن ما بلحق. هنشوف ماركر شو عم يعمل. خلاص الانتشار لتوم ستيب، الانتشار لتوم ستيب بكامل الخريطة. ماركر آخر بضعة مباني، آخر بضعة مباني لماركر، ولكن أحيي صمودك ماركر، أحيي صمودك حتى اللحظة هي. الديمو بايك ممتاز جدا، بشيل الراكت بوكي، لاحظ بيبعت له انتحاريين سيرا على الأقدام لأنه أصعب أنه يشيلهم، أصعب أنه يشيلهم، بيشيلوا الأويل. مين هو جيش الجيلي اي ديموليشن؟ ألست أنت يا ماركر بجيش الجيلي اي ديموليشن؟ توم ستيب عم يلعب بالانتحاريين، ماركر بجيش السكوربيون بيحاول يستغل ضعف جيش الجي ال اي ستيلث، ولكن في راكت باجز، جي بي اس كرامبلر بيخفي جيوشه، خاصية اخفاء الجيوش، بيشيل السكوربينز. امام اخر معمل دبابات، ما قبل اخر معمل دبابات، سنيك اتاك من ماركر، دفاعية طبعا لحتى يلهي شوي ويخفف السبام على ارضه. ماركر حلو كتير، ديمو بايك قرب قرب قرب، حرامات حرامات، ديمو بايك اخر على الكواد، ولكن توم ستيب، توم ستيب صاحي تماما. سنيك اتاك على ما اظن، لا والله لا والله لا والله لا والله. ماركر هاز بين ديفيتد، دفاع اسطوري وصمود اسطوري. اتمنى انه كان فيديو ممتع، كان معكم اخوكم على الرضا، والسلام عليكم.